والله هذا قصته يعني كان من جينا بيه نش حاله، يعني ما ينسكن بيه، انقاض مليان كان بيه، فرد نوبه مدمر ورتبوه يعني عمروه، صار تراث يعني حلو، يعني صار ازيد من قبل يعني فرد نوبه. شو كان دور اليونسكو وشلون كانت حال بيتكم قبل يعملوا اليونسكو؟ هذا البيت قبل يعملوا اليونسكو كان ايش حال؟ ما اقول لك فرد نوبه عم يدمر، هم جو عمروه ورتبوه يعني صار تراثي، يعني صار احسن من قبل، فرد نوبه يعني حلو صار. شلون كان شعوركم من عرفتوا اليونسكو راح تعيد ترميم هذه المنطقه وهذه البيوت؟ فرحنا والله، راسا من قالوا لنا راسا قلنا لهم احنا عمروا يعني عمروه كملوه، فرحنا به ورتبوه يعني صار كلش حلو، تمنينا بعد اكثر ان شاء الله المناطق. شلون اثرت عملية الترميم على حياتكم اليومية؟ يعني ما يعني شلون اثرت الترميم وايام الترميم على حياتكم اليومية؟ تحديات الصعوبات اللي عشتوها هو دايم بين البيت؟ والله احنا طلعنا منه يعني ما طقنا نبر عمال، وطلعنا منه هم قالوا نطلعوا يعني، وطلعنا منه الحمد لله وامروا ورجعنا. يعني كانت صعوبات بسيطة؟ لا لا ماكو شيء يعني الحمد لله، ما طول سنة ويعني كملوه للبيت وقعدنا به رتبوه. حد من عائلتكم شارك مع اليونسكو بالترميم؟ ايه شنو تعلموا من هذا؟ ايه ابني شارك، ايه ابني ظل معاهم اشتغل ايضا معاه. شو تعلم من التجربه؟ والله اشكال اتعلم، اشكال اتعلم منه، اشتغل معاهم يعني ظل معاهم ظل كثير يعني ما قليل معاهم اشتغل. اخذ خبره ايه ايه الاعمال كانت قويه؟ ايه 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 يعني هم شغلوه واشتغل ظل معاهم اشتغل يعني كثير معاهم. اليوم هذا المنزل تشوفوه يجمع بين التاريخ القديم والمعاصرة الحديثة؟ ايه يعني زين الحمد لله، يعني وين قبل وين الساعة بعد ازيد عن ساعة التراب. اقصد انه بالسكن ومريح بالسكن. ايه ايه هو قديم وتاريخي ومثل ما نقول منطقة قديمة، حاليا احسها تطورت. ايه وين احسن من قبل يعني، طيب يعني صارت المنطقة أحسن من قبل، أحسن وين؟ لكن السؤال كان إنه يجمع بين التراث والتاريخ القديم والحياة المعاصرة الحديثة يعني براحة السكن مثل ما نقول؟ إيه ماكو أي إشكال؟ لا 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 ماكو، لا 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 ماكو كل إشكال. أكثر مكان تقدرين وتعزيه هذا المنزل؟ يعجبني الهولاني يعني، يعني هذا كان قبل ايش حاله ما طيق اقعد بيه، بس من عمره نار كله قاعدة بيه ما يجي يطلع منه يعني طيب طيب عملوه بعد ازيد. زين شلون تشوفين دور اليونسكو بالمحافظة على التراث الموصلي؟ زينين كلهم زينين والله. أقصد إنه اليوم منظمة اللي تعمل على إعادة ترميم البيوت والمكانات التاريخية، هذا حفاظ على التراث الموصلي، شلون تشوفين؟ هو أحسن هاي المنظمة اليونسكو أحسن كل المنظمات عملت البيوت، أحسن كل يعني، يعني وصل ما أروح أحكي عليهم، أقول يعني البيت ما البيوت اللي عملوه متخبلون، يعني وصل ما أروح أحكي عليهم يعني، أقول لهم بيتنا صار فردنا وبحلو، يعني البيت فردنا وبيخبص صار عملوه. علاقتك مع الجيران شلون اثرت عمليه الترميم على علاقتكم مع الجيران؟ عادي اروح اجي يوميا اجي هنا يوميا اجي عليهم عادي اشوف البيت ايش عمله وايش عمله واطلع اجي يومي يوم يوم لا اجي. زين عاد حياه المنطقه بعد اعاده الترميم؟ ايه وين كلهم رجعوا على المنطقه وصارت بعد احلى واحلى احلى وصارت وين منطقتنا طيبه صارت. الوالد يرجع بعد ازيد وازيد، الميدان والشهوان اهم شيء، هذول الاقليعات اريد.
وشنو التغييرات اللي شفتيها بالمنطقه قبل وهسه؟ شنو صار؟ البيوت الارضيه عملوه بعد احلى، السقف كله عملوه، كله عملوه. يعني صارت المنطقه احلى وافضل؟ ايه ايه صارت احسن. تعميرهم كلش حلو حلو، يعني فرد نوب، يعني حلو المنطقة صارت، يعني مميزة على كل المناطق. منطقتنا مميزة، يعني هاي يجي يجي على المنطقة منها، يعني حتى اطلع الطبش مش بك يجون، يعني من غير مكانات أجانب يابانيين كلهم يجون يطمشوا، يعني حلو. انت طمش من الشباك شلون يعني؟ هو البيت مطلع ما نقول بيت صغير ومطلع على على اي عشاء على الفرع عندي شبابيك، اي على الفرع نطلع، او نطلع على البلكونه يا بنات نطمش عليهم. في هذا الشيء مميز اي شلون؟ اي حتى يعني احكي للمن يعني مناطقنا القديمه اقول لهم يعني ايش قد طيبه هن، اطلع فلان جاء وفلان جاء يقول لي شلون؟ قلت لهم والله جاء، يعني طيبه كلش طيبه صارت. برايي انه لازم نحافظ على التراث الموسيقي القديم والتراث التاريخي. اي طبعا اي طبعا، شلون ما نحافظ عليه؟ نحافظ ازيد ازيد من قبل، نحافظ عليه شو؟ حافظين انت على هذا المنزل؟ اي حافظ عليه، ما اخلي حد يمسك ايه القداد، الحياة ما اخلي من مصفه. اي يعجبني ما اخليه. شوفين انه هاي البيوت لازم ترجع عن الطراز القديم التاريخي، لو تصير مع الطراز الحديث. لا تراث هذه البيوت التراثيه احلى، احلى تصير احلى من هذول البيوت العاديه. شنو اللي يختلف؟ وين؟ وين؟ كثير يختلف، كثير يختلف. وين؟ فرد نوب. يلا حابين انتي تعلمين نصيحة للأجيال القادمة انه لازم يحافظون على هذه التراث وهذه البيوت التاريخية وكل شيء تراثي بالمدينة. ايه ايه علمهم، ايه علمهم على كل شيء، علمهم على اشكال، اقول لهم هيك كنا وهيك وعملوا المنطقة وقعدنا، كان بيتنا شحال وعملوه منظمة. ايه يعني شلون واحد لازم يعلم. نصيحتك للرجال حتى يحافظون على التراث. ايه ايه اقول لهم تقيدوا اهم شيء هذه، لا تعملون كل شيء بي، لا تشخبطون، لا تعملون، لا تاذون، لا تكسرون، لان يعني هذا من يخرب ما حلو بعد يصير. شعوركم انتم دخلتوا المنزل هو مرمم كامل من قبل اليونسكو، شو كان شعور من دخلت المنطقة والمنزل هي كاملة بعد ما كانت مدمرة؟ والله كيفت يعني، يعني من طوني مفتاح، رجعنا ما فيش انطوني، ايش ملكوني معه؟ من طوني مفتاح فتنا بيه للبيت، يعني فورد نوب كيفت، يعني حتى ما نمت هذيك الليلة كلها صفوت غراضي، قلت له ما انام هاي الليلة، بس المهم ده صفوت، يعني عجبني البيت فورد نوب. عندك اي اقتراح لتحسين عمليه التدريب بالمستقبل؟ لو تشوفين انه حاليا كل شيء تمام بيشتغلون المنظمه بصوره صحيحه؟ لا لا والله يعني فرد نوب صحيح يشتغل، لا 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 يعني حلو، يعني ما عندهم كل اشكال. عمليه التدريب خلتكم تشعرون يعني بعد ما رجعتوا على هاي البيوت كان خلتكم تشعرون بالانتماء والهويه هاي المنطقه؟ ايه والله يعني مرجعه كيفت، وشلون اطلع حتى افتح مرات باب الحوش اقول لهم هيك شوي يعني ترد روحي، بس يعملوا لنا الشهوان والاقليعات اهم شيء، هاي اهم شيء عندي. تحبين المنطقه القديمه بصراحه؟ ايه 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 يعني تحررنا رحنا بالجديده، ما يعجبني راسا رجعت هنا، راسا رجعت.
كانت تجربتكم مع فريق العمل؟ زين، كله زين. يعني ما لا اذن ولا اذن، الحمد لله، يعني ماشيين تمام. الحمد لله. إيه. يعني ما شاء الله حلو. انه هاي المنازل واعاده ترميمها راح تساهم بتعزيز السياحه بالموسم؟ ايه. شلون؟ راح يجون يعني من دول عربيه راح يجون، واجنبيه راح يجون، كله راح يجون. يعني كل كم يوم راح يجونا، يعني كل كم يوم اشوف الصبح يجون. يعني ترتيبهم حلو. شلون تستقبلون الزوار هناك؟ عادي، يعني نطلع عليهم نسلم عليهم، ياخذون صور معاهم عادي. تعجبنا. يعني تعتبر اليوم هاي المنطقة سياحية مثلا؟ ايه 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 سياحية. ايه سياحية هاي المنطقة. ليش؟ ما هم عمروها صارت تراثية. وبيوتها حلوة صارت. يعني رتبوها أزيد من كانت قبل. توقعاتك شلون تكون راح تكون مدينة الموصل مع استمرار مشاريع الترميم والاعمار بالمدينة؟ اللي عملوها كلها هيجي تصير جنة الموصل. جنة الصيف. اختلفت المدينة عن ايام ايه ايه شلون ما اختلفت؟ فرضنا باختلفت. شلون اختلفت؟ احسن ولا لا احسن. احسن احسن صارت بعد زيادة. الترميم قيمة مادية ومعنوية بالنسبة لكم للبيت؟ يعني اليوم لما نترمم هذا المنزل ايه صار لكم قيمة معنوية ومادية ايه للبيت؟ ايه ايه شلون؟ يعني شلون ايش اقول لك؟ يعني ازيد صارت يعني ايه مع اليونسكو صارت يعني ازيد. حتى يعجبني اروح يعني في مرور من يومهم كلهم نسلم عليهم. يعني يعجبني. ايه ايه اكثر من قبل، ما اقول لك اكثر من قبل حبيت. يعني عجبني فرد نوع، يعني فرد نوع عجبنا. يعني ما يعجبني حتى برا ما اطيق اطلع، ما يعجبني اضل قاعده بي. يمكن ما بدي ايه ايه حتى ارتاحت نفسيتنا انا يعني وبناتي الحمد لله. شنو الشيء الحلو بالمنطقه؟ الفرع، كله الفرع. يعني البيوت فرد صارت فرد يعني شكل حلو. من تطلع على السطح يعني يبينون بيوتنا يعني متميزين يعني من المنطقة. زين، تاريخ هذه المنطقة يرتبط مع تاريخ الجوامع اللي موجودة؟ ايه نبي هذا الجرجيس، نبي الجرجيس معانا بس يعمروها ويرتبوه. يعني صار بعد احلى، صار للمنطقة بعد احلى من يعملون الجوامع. هذا الجامع النبي جرجيس بعد احلى. اذا صار التعديل هذا عمليات ترميم بالمستقبل مشاريع اعمار راح تشاركون انتم والمحافظة على التراث المحلي؟ ايه ايه حتى انا اشارك، يعجبني اشارك يعني كل شيء اشارك. يعني ولادي هم يشتغلون، ابني الصغير يشتغل يعني عنده يعجبه. وفر فرص عمل اليوم على المشروع الشباب؟ ايه والله منطقتنا كلها اشتغلوا. ايه يعني ايه يعني حلو شغلهم، وفروا شغل للمنطقة للشباب. يعني الحمد لله. اليوم مع توفير هذه الفرص العمل للمنطقة بصورة عامة، شيء مميز انه شخص يشتغل ببيته ورجعوا مثل ما علمته المنظمة أطراز التدريب؟ يعني هو بالبيت يعني يشتغل؟ يعني سألني أحد العمال اللي يشتغل مع اليونسكو. إيه. أكيد يشتغل بالبيوت، إيه.
يشتغل معنوية أكبر. إيه 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 حتى قال لي يوم ما نشتغل شو لا تشتغلي، إحنا عن نشتغل البيوت. قلت له لا أنا أشتغل، أنت ما تشتغل. يعني ابني قال لي أنا أشتغل ولا تشتغلي، قلت له لا إلا أنا أشتغل. شطفته وقعدنا به. أما العمال قالوا إحنا نشتغل، قلت له ما حد يشتغل إلا أنا، يعجبني. عادت حياة المنطقة بعد الترميم؟ إيه إيه رجعوا كل المنطقة صارت بعد أحسن. المنطقة كلها رجعت الحمد لله. اليوم نسمع عن هذه المناطق هي مناطق شعبية، شنو شعبية؟ شنو هي التفاصيل؟ يعني هنا هي من قبل يعني جوارين خو جوارين، المنطقة حلوة صارت، يعني يروحون كلهم يجون عليها يعني عادي. يعني السياحة يروحون يجون منطقتنا صارت بعد أطيب. العادات والتقاليد اللي يخلوها بالبيوت التراثية القديمة مثل سبع عيون مثل لا ما حطان ما حطان ما ما تعجبني يعني ما تبين بيت على طبيعته؟ اي على طبيعته ما يعجبني، كل شيء احط ما يعجبني على طبيعته. شنو مميز ببيتك على التراثي؟ الابواب، شبابيك حطوا لنا ابواب مال بحوش، الرهره رهره عمروا لي تخبط كانت ريحتها تكتل منطق ننام بيها، هسه ننام بيها ثلج الرهره الحمد لله. ليش ثلج؟ باردة، هي باردة يعني من عمروا عملوا له بخول، هي عملوا له بالهذي بعد أبرد صارت يعني بس بانكا وباردة. هذا الشيء مميز بهاي البيوت القديمة؟ ايه 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 طيبة، ايه الرهرات طيبة، الأودات باردة الحمد لله. هذه قبل هم كانت هيك باردة؟ لا والله لا 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 ما كانت باردة، لا هسه أبرد صارت طيبة صارت. ما عاد الترميم. إيه 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 صارت بعدها أطيب صارت. ثلج باردة. يوم تي شنو تبين توصلين من رسالة مع استمرار العمل هاي البيوت وعودة الحياة وحياة روح المنصب هاي هاي الدور الترميم. المنظمة. والله أني يعني أشكرهم يعني من عمروا هالبيوت هذه. الفريق كله يعني زين قاموا يشتغلون، يعني حلو ترميمهم، حلو شغلاتهم، يعني نفسيتهم حلوه مع المواطن، يعني ما تكبروا، حلو يعني شغلهم. المستقبل يكون بعد احسن احسن يصير ان شاء الله، اهم شيء ترجع الحياه بعد ازيد، اهم شيء هذا. ناديه محمد ماوش. على بيتك.